طبعا حاجة جميلة وبتبعث على الفخر والشرف ان حزب الوفد احد قلاع الوطنية الموجودة في مصر بتاريخه العريق، بيكرم النادي الاهلي كافضل نادي عربي افريقي، وكانت كلمات مؤثرة كمان قالها المشار بهاء الدين ابو شقة رئيس الحزب وهو بيتكلم على كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وكمل تصفيق والحضور للكلام اللي قاعد يتقال في حق كابتن محمود الخطيب. ده الطبيعي، الحمد لله النادي الاهلي قلعه من قلاع الوطنيه في مصر، بيشترك هو وحزب الوفد في حاجات كتيره قوي، قمم ورموز قديمه من التاريخ من حزب الوفد، كانوا في فترات كتيره كانوا على قمه الهرم الاهلاوي. ما ننساش ان كان في اول جمعيه العموميه كانت انعقدت للنادي كانت في 1907 كان بيرأسها سعد باشا زغلول اللي هو قطب الوفدي بصفته كان وزير للمعارف، فؤاد باشا سراج الدين كان ليه دور في النادي الاهلي. فعلى مدار التاريخ هو الاثنين مرتبطين بحته ارتباطهم الجامد بالوطن وكقلعه من قلاع الوطنيه. حزب الوفد تاريخ كبير قوي في الوطنيه، والنادي الاهلي هو قلعه كبيره من قلاع الوطنيه في مصر والعالم العربي كله يعني. طبعا تكريم ابناء النادي الاهلي في المحافل دي طبعا ده بيبقى حاجه بتشرفنا وبيبقى ليها فخر كاهلاويه، وبنحس دايما يعني الحمد لله ان هو ده الطبيعي ان ابناء النادي الاهلي بيكونوا دايما هم في مقدمه حاصد الجوائز. دايما النادي الاهلي هو قلعه كبيره وكيان كبير جدا جدا جدا. يعني الواحد بيكرر تاني كلام قلناه قبل كده ان بالطبيعي الكيان الكبير قوي لازم يكون في نوع من في بعض الاوقات عقبات او صعوبات او ازمات. كل الكلام ده ما بيجيش حاجة للكيان، ما بيأثرش أي أثر ولو رفيع في الكيان الكبير. حتة أزمات وتحالف أبناء النادي الأهلي دايما ده الطبيعي، لأن النادي الأهلي مش مجرد نادي عادي، هو النادي الأهلي تاريخه الكبير جدا هي دي اللي بتولد إن في دايما عند الأزمات أو خلافه بتبص تلاقي تكاتف أبناء النادي الأهلي وكده. هو نادي مش نادي وليد حديد، لا هو النادي له تاريخ كبير وفي نفس الوقت حاصد لبطولات على مدار التاريخ، وبنكرر تاني هو جزء كبير من القوى الناعمه اللي موجوده في مصر والوطن العربي. عندنا ثقه جامده جدا في فريق الكوره في النادي الاهلي، زي ما بندعم جميع الالعاب وزي ما فريق الكوره بياخد اكبر جهد من كابتن محمود الخطيب كمسؤول عن ملف الكوره ومعاونين في كده ومجلس الاداره في اي طلبات بيطلبوها، ان شاء الله متوقعين وبنامل دايما ان فريق الكره كالعاده يكون هو برضو المتبوق لرقم للمركز الاول في كل البطولات اللي شارك فيها. وان الكره لما بتكون جميله في النادي الاهلي الشعب المصري كله بيبقى عنده حاله من السعاده. النادي الاهلي بيتميز ان في ملفات كتيره قوي بتبقى ليها تخصص، يعني في ورش عمل موجوده في النادي الاهلي سواء مجلس الاداره او الاداره التنفيذيه كلها بقمه الهرم اللي فيها، كلهم في قطاعه شغال في ما هو مطلوب منه. وزي ما قلنا قبل كده عندنا برنامج انتخابي، الحمد لله ربنا بيوفقنا ان احنا في توقيتات معينه، التوقيتات اللي مرسومه ليه ان احنا ننفذ كده مع ما يستجد لصالح الجمعيه العموميه ولصالح جماهير النادي الاهلي. فالحمد لله كل الحركه شغاله في النادي الاهلي على احلى ما يكون، اسوار وخلاف ومنشات. كنا لسه بنفتح صاله الجمباز من كام يوم، الحمد لله حاجه مشرفه. جزء كبير قوي عمل يتلو اللي هو نتاج عمل دؤوب خلال الفترة.